قتل إسرائيليين اثنين وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة اليوم الأحد في هجوم بسكين قرب تل أبيب، على ما أفادت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية والشرطة. وأوردت خدمة الإسعاف نجمة داود الحمراء أن الهجوم وقع في الشارع في موقعين مختلفين وسط مدينة حلون الواقع جنوب تل أبيب، فيما أعلنت الشرطة تحييد المهاجم وهو شاب فلسطيني من بلدة سلفيت دخل بتصريح عمل إلى المنطقة.